عن تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين بالتزامن مع الذكرى 55 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، انضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي. دكتور محمود، مرحبا بكم. يعني كما تستمعون إلى الأخبار التي ترد من قناة الرافدين ومن بقية المنصات الإعلامية، لا تزال المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة مستمر، وبعد مرور 320 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ولكن السؤال هنا دكتور محمود، أي إنجاز يمكن أن تحققه المفاوضات في ظل استمرار هذه المجازر المروعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. واضح أن هذه المفاوضات لا تخدم إلا الاحتلال الذي يريد أن يكسب الوقت في إبادة الشعب الفلسطيني وفي جعل غزة، كل غزة، مكانا لا يصلح لإقامة البشر. وهذا الأمر أدركته حركة حماس، وحقيقة أنا أعجبني أنها لم تشارك في هذه الجولة، لأنها لا تريد أن تستنسخ موضوع المفاوضات التي خاضته بعض الدول العربية وخاضته السلطة الفلسطينية التي تحولت إلى جهاز أمني تابع للاحتلال من خلال المفاوضات. طيب دكتور محمود، يعني تتزامن هذه المجازر مع الذكرى 55 لإحراق المسجد الأقصى المبارك الذي حدث في عام 1969، وأيضا المسجد المبارك يعني يشهد انتهاكات غير مسبوقة، لعلنا رأينا ورأيتم منذ أيام السجود التاريخي للمتطرفين اليهود في باحات المسجد الأقصى المبارك. بماذا تفسر هذه الانتهاكات وأيضا زيادة وتيرتها خاصة في هذه الأيام؟ يعني أخي، المسجد الأقصى المبارك مستهدف من يوم 7/6/67، نعم، والصهاينة يعملون على تهويده وتغيير هوية العربية والإسلامية الواضحة إلى الهوية التوراتية والتلمودية واليهودية. لكن هذا الاستهداف زاد اعتبارا من عام 2003، حيث بدأ الصهاينة بثلاث مشاريع متتالية. أولا كان تقسيم الزماني الذي أفشل تماما في هبة السكاكين في القدس عام 2015، وثم بدأوا بموضوع التقسيم للمكان الذي أفشل تماما بهبة باب الرحمة، الذي نجح المقدسيون أيضا بإفشال التقسيم المكاني تماما في عام 2019. نعم. ثم كانت الاستراتيجية الأخطر التي ما زال العدو الصهيوني يستخدمها في تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك، وهي إقامة المعبد بشكل معنوي، يعني إقامة أو تأسيس المعنوي للمعبد تحديدا. فهم بدأوا الآن يتعاملوا مع المسجد الأقصى المبارك على اعتباره معبدا يهوديا، حتى لو بقيت الأبنية الإسلامية قائمة به، وهذا يفسر سماح الحاخامية لهم بتنفيذ السجود الملحمي الذي رأيناه بشكل جماعي في يوم ذكرى خراب الهيكل في يوم 9 آب العبري الماضي. ولكن الحقيقة أن استهداف المسجد الأقصى المبارك زادت وتيرته جدا في أثناء هذه الأشهر العشرة الماضية، نتيجة انشغال الدنيا بقطاع غزة وبالمذابح وبالإبادة الجماعية التي موجودة في قطاع غزة. وحق للعالم أن ينشغل في قطاع غزة، فإن إراقة دم المسلم أعظم عند الله عز وجل من الكعبة المشرفة. نعم. ولكن هذا لا يعني أن نغفل تماما عن مسجدنا الأقصى المبارك. سيف القدس عام 2021 كانت لأجل المسجد الأقصى المبارك، وطوفان الأقصى أيضا، وهذه الأثمان الكبرى التي دفعتها غزة هي لأجل تحرير المسجد الأقصى المبارك، وهي جزء من ثمن تحريره إن شاء الله. دكتور، إذا هذه المخاطر التي تفضلت بها، كيف ترون موقف الدول العربية والإسلامية الرسمي إزاء ما يحصل في المسجد الأقصى المبارك وأيضا في قطاع غزة بشكل عام؟ حقيقة إذا كان السؤال عن الموقف الرسمي فهو أسوأ من السيء حقيقة. أبدا المتبحر والباحث في مواقف الدول العربية الرسمية لا يكاد يجد إلا موقف أو اثنين من بعض الدول العربية التي استنكرت أو ما زالت تستنكر أو تمارس دور الوسيط الذي لا يليق أبدا في الدول العربية والإسلامية، في حين أن الدول الغربية تمارس دور الداعم والممول لدولة الاحتلال الصهيوني، وهنالك جسر من الأسلحة ممتد بحري وجوي وبري عبر بعض البلدان العربية. فهذه المواقف التي أخذتها بعض الدول العربية
الشكلية حقيقة لا تفيد شيئا، وكنا نتوقع وما زلنا نتوقع أن سقف المتوقع من الأنظمة العربية الرسمية الذي تتوقعه الشعوب التي هي صادقة ومخلصة لقضية فلسطين وقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك كانت تتوقع هبة من هذه الأنظمة على الأقل، كما أن العالم يمول الاحتلال على الأقل هذه الدول العربية ينبغي أن تسلح وتمول المقاومة الفلسطينية التي خذلت من الدول العربية في عام 48 كما وثق عبد القادر الحسيني، وخذلت عبر هذه السنين، لأن لا أريد أن أقول كل، لأن أكثر هذه الأنظمة العربية الرسمية قد عين من الغرب ومن الاحتلال الغربي لكل بلداننا العربية التي شكلها مستقلة، ولكن عمليا وضعت هذه الأنظمة الرسمية أو أكثر هذه الأنظمة الرسمية يعني تحدد بوصلة أو البوصلة الرسمية لهذه الدول، أما البوصلة الشعبية فهي مختلفة كل الاختلاف عن البوصلة الرسمية. دكتور محمود، حركة حماس دعت في بيانها بمناسبة الذكرى 55 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، دعت أحرار العالم لجعل يوم الجمعة القادم يوما للدفاع عن غزة والمسجد الأقصى، ولكن هناك من يتحدث أن المقاومة ترى تراجع الدعم الشعبي العالمي مع ما يحدث في غزة والقدس هو الذي دعاها إلى تقديم هذه المبادرة، ما دقت هذا الطرح؟ الحقيقة هذا الكلام غير صحيح، ويعني يؤكده أن المقاومة من قبل انتصرت للقدس والمسجد الأقصى المبارك في عام 2021، وانتصرت وسمت هذه المعركة حين بدأت هذه المعركة أسمتها بطوفان الأقصى. فالأقصى حاضر في أدبيات المقاومة، حاضر في أدبيات حركة حماس، حاضر في الفداء الكبير الذي نسمعه دائما سواء كان من المقاومين أو حتى من أهلنا الصابرين الصامدين الذين يقولون عن شهدائهم فدا الأقصى فدا المقاومة فدا القدس، كلهم يقولون هذا. فالأقصى والقدس حاضرة عند أهلنا في غزة، حاضرة في أدبيات المقاومة، ولا أظن أن حركة حماس تحتاج أن تتكئ على مناسبة كمناسبة إحراق المسجد الأقصى المبارك التي هزت العالم العربي والإسلامي، ولم تكن كافية أن تتحرك الأنظمة العربية الرسمية كما قالت جولدا مائير في نفس الليلة التي أحرق فيها المسجد القبلي من المسجد الأقصى المبارك، قالت كنا نظن أن الأنظمة العربية والدول العربية ستحارب إسرائيل على حريق المسجد الأقصى المبارك، ولكن لم ترى شيئا من هذا، وأنا أظن أنها لن ترى شيئا من الأنظمة العربية الرسمية. دكتور محمود، إلى أي مدى ترى أن تماسك وصمود المقاومة سواء في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، هل ترى سيصف في صالح الدفاع عن الأقصى وبالتالي سيوقف عمليات التهويد الذي يقوم به الاحتلال، تعتقد ذلك؟ نعم أعتقد ذلك تماما، والمراقب لسلوك الصهاينة وسلوك حكومة الاحتلال يعلم أنهم يرصدون كل ردة فعل سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في أرضنا المحتلة عام 48 هذا في فلسطين، بل ويرصدون كل ردات الفعل الموجودة في الدول العربية والإسلامية حين يتم استهداف القدس والمسجد الأقصى المبارك. وليس أدل من ذلك على قيام حكومة الاحتلال بمنع الاقتحامات الكبرى ومنع أيضا دخول المقتحمين إلى المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك مثلا، وتقنين عمليات مسيرات الأعلام التي تعتبر رمزا لسيادة الاحتلال على القدس المحتلة، ورغم ذلك تقوم حكومة الاحتلال بتشذيب هذه الاقتحامات وهذه الانتهاكات، ليس دفاعا عن مقدسات المسلمين، ولكن لأنها تعلم أن ردات الفعل الموجودة في فلسطين خصوصا وفي العالم العربي والإسلامي لا يمكن الوقوف على نتائجها، ولا يعلمون أنه قد يكون المسجد الأقصى المبارك هو مفجر التوجه العربي والإسلامي حين لم تكن غزة مفجرا كافيا لهذا التحرك العربي والإسلامي في هذه الأيام. عبر سكايب من اسطنبول أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي، شكرا جزيلا لكم.